Израиля, поэтому прощай все, что подохнут, а подохнут. Посещало, что он так же жизнь приборщик, сойдешь, идешь, что он мин, и катар, что наш паш, идешь, ешь, он, что он достигаешь, мод. Thank you.
أعمالك وتأملت في سماع يديك فصلت يدي إليك ونفسك كفاف لا تقدر أشبع بسجد فيها فاغفر لي الخوف لا تصرف وجهك عني وشان ولا تقبل من شرك اجعلني في البلد تسلم نعم الحسد فإني عليك توكلت عبدت يا رب الطريق الذي يدخلني بيني إليك ورحمتك أقبلني من أعدائك فإنك التجاوز إليك علمني أن أعمل مقدارك لأنك أنت إلهي روحك الصالح تجنيني في أرض مستقيمة من أجل فيك يا رب تجنيني بعدك تجنيني نفس نفسي وبرحمتك تستنصر أعدائي وتهدي جميع الذين يحسنون نفسي لأني أنا لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك مبارك أنت يا رب علمني وصاياك مبارك أنت يا شيخ فهمني حقوقك مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدلك يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرض لك ينبغي المجيد لك يليق التسبيح لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أؤمن بإله واحد لا بالضابط الكل لا بالسماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير
الشرفين، وارفع مجدا بغير قياس من السيروفين التي هي Oh.
Yeah.
فردوسا متنفسا حاويا في وسط الرب تحيي الساقطين في الفساد إذ تناولوا منه بإيمان Oh,
إبراهيم يا من يرجو دار إبراهيم لأنك أدتي ولا Светило незаходимого света.
لتكون شرفا بديعا حيوضة لهم ليتوى الفاتح الصالية لها خالصية قم قليلا Oh,
Amen.
انصر الله انصر طبيب المسلمين يا رب، انصر الله انصر طبيب المسلمين يا رب. المجد لله Oh.
والقديس المجيد رفي المدينة حينما يعقوب في الرب أورثته أورشليم والقديسين المجيدين شهداء حسن لهم قديسين الظفر وآبانا الرب تشحن بالله والقديس النبي الصديق يوحنا المعمدان شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسان الصديقان الجدع زوكيم وحني والقديسة مترونة المسكرة في هذا الجميع بجعل طلباتنا مقبولة وابن غفران زلاتنا واصلنا بستر جناحين واطرد عنا كل عدو ومحارب وسلم حياتنا يا رب وارحمنا وارحم عالمك وخلص نفوسنا بما انك صالح ومحب للبشر تجسد الإله الكلمة وتأنسه بالروح القدس
من دماء الطاهرة النقية العذراء مريم. إن هذا السر الذي لا يدرك، أي سر التدبير الإلهي العظيم، تكرمه وتوقره كنيستنا المقدسة في شخص العذراء الطاهرة والمباركة والدة الإله مريم، وذلك عبر خدمة المديح الذي لا يجلس فيه والذي يرتب خلال أيام الصوم الأربعينين، وهذا لأن من خلال والدة الله قد تأله جنس البشر كما يقول مرنم الكنيسة القديس ثيودوروس الاسكوديتي: إياك نسبح أيتها البتول النقية فخر جنسنا ذات كل فضيلة، لأننا بواسطتك تألهنا إذ ولدت المسيح الإله المخلص الذي حلنا من اللعنة. وربما يتساءل أحد: ما هو المقصود باللعنة؟ هي تلك التي سحقها وحررنا منها المسيح، ألا وهي الخطيئة التي ارتكبها آدم القديم في الفردوس، وهي التي أدخلت للعالم الفساد كما يؤكد ذلك القديس الحكيم بولس الرسول في رسالته إلى روميا، إذ يقول: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، ولكن ابن العذراء مريم أي المسيح قد افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، كما يعلم القديس بولس الرسول. ولأن الله ظهر في الجسد وبالكلام الآخر، أي أن الإله الكلمة قد اتخذ جسدا من العذراء مريم أم إلهنا الذي ولدته وصار منها على صورتنا وهيئتنا، لذلك فإن العذراء مريم أصبحت مشاركة في خلاصنا نحن البشر. لهذا فإن مرنم الكنيسة يهتف عبر رئيس الملائكة جبرائيل قائلا: افرحي يا من بها أشرق السرور، افرحي يا من بها تضمحل اللعنة، افرحي لأنك صرت سدة للملك، افرحي لأنك تحملين الضابط الكل. حقا أيها الإخوة الأحبة، إن من خلال عذراء مريم قد أشرق نور الفرح في العالم المسيح واضمحلت اللعنة كما يقول بولس الرسول: لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. إن والدة الإله العذراء مريم المباركة صارت إناء لنعمة الروح القدس الذي يدير ويقدس كل إنسان آت إلى هذا العالم. لهذا فإن القديس غريغوريوس بالانس يدعو والدة الله بأنها هي الكفر، أي الحد بين غير المخلوق الإلوها والمخلوق، ويكمل القديس قائلا بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الله إلا من خلالها ومن خلال الوسيط الذي ولد منها، ولا حتى أي من مواهب وعطايا الله يعطى من خلال الملائكة أو البشر إلا من خلالها هي فقط. لذلك فإن مرتل الكنيسة يهدف: افرحي لأنك وجدت سدة للملك، وأيضا افرحي يا سلما سماوية بها انحدر الإله، افرحي يا جسرا ناقلا الذين في الأرض إلى السماء. إن هذا الجسر هي العذراء مريم والدة الفائقة القداسة، وهي ليس جسرا عقليا أو روحيا ولكنه جسرا طبيعيا من جسد ونفس وذهن
وهي أي العذراء مشابهة تماما لنا نحن البشر. لهذا فإن والد الإله هي حمايتنا وعليها ألقينا كل رجائنا. لهذا فإن كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة ومن خلال استمارة الآباء المتوشحين بالله بإشراقات الروح القدس ومعلمي الكنيسة قد صاغت لاهوتيا وعقائديا وتسبيحيا للفائضة القداسة الممتلئة نعمة ولله قائلة: افرحي علوا يعصر الصعود إليه بالأفكار البشرية. إن شخص الطاهرة العذراء والد الله هي النموذج الحي لطاعة مشيئة الله الآب وابنها ربنا يسوع المسيح. والطاعة لمشيئة الله يعني الصوم، والذي نعني به اخضاع إرادتنا البشرية لإرادة الله، وأيضا يعني التوبة والاعتراف بها فواتنا وخطايانا، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هو ذا الآن أيها الإخوة والأحبة، الآن زمان ووقت الصوم وزمان التوبة والاعتراف، هذا وقت مقبول. إن العذراء مريم والد الله هي الشفيعة والوسيط مثالية لنا عند ابنها وإلهنا، كما يقول مرنم الكنيسة: أيتها الصالح حامعا كل الملتجئين بإيمان إلى سترك العزيز، لأنه ليس لنا نحن الخطأ المنحنين من كثرة السيئات، وسيط دائم عند الله في الشدائد والأحزان سواك يا أم الإله العليم. لأجل ذلك نشكو لك ساجدين، فأنقذي عبيدك من كل شدة، وأهلينا أن نجوز ميدان الصيام المبارك. النزول معنا إلى قاعة الكنيسة لإلقاء الكلمات الترحيبية من قبل المجلس ومن قبل كاهن الرعية وبعض الضيوف. رجاء نطلب البركة من سيدنا وردي. يلا. إخوان رجاء بس نعمل طريق طريق يعني دغري، ها بلاش نخبط بعض هيك. Thank you.
الرقاط البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلس الثالث الكوري وقار بطريرك المدينه المقدسه اورشليم وسائر اعمال فلسطين سياده المطارنة الموقرين اخوتي الكهنه الاجلاء الارثوذكسي الوطني حيفا المحترمين سكرتير واعضاء لجنه الكنيسه الارثوذكسيه الضيوف الكرام اعضاء سريه كشافه يوحنا المعمدان الاعزاء ابناء الرعيه المحبوبين اهلا بكم يا راعي كنيستنا فضلت اهلا ووضعت سهلا حيفا عروس البحر ابتهجت بقدومك فشكرا لك على مشاركتنا المديحه الرابعه وهذه المشاركه الاولى لك في هذه الكنيسه ونامل ان تشاركنا في تدشين الكنيسه قريبا واهل حيفا يقدمون لك اسمى ايات الشكر لاعمالك المباركه من ترميم الكنيسه القديمه من الخارج ونامل ان تمد يدك المباركه لاتمام هذا العمل وشكرا لك على تبرعك بايقونات مراحل حياه السيد المسيح على الايكونستاس لهذه الكنيسه الجديده فانك تتمثل باقوال القديس يعقوب وانا من اعمالي اريك ايماني زيارتك هذه لها اثر كبير في نفسي شخصيا وفي نفوس ابناء الرعيه جئتنا يا صاحب الغبطه ونحن معك نصوم هذه الايام الصوم الاربعيني نقتدي بالانبياء والرسل الذين صاموا موسى وإيليا ويونان وسيدنا يسوع المسيح جئتنا يا صاحب الغبطه لتعبر لنا عن محبتك مقتديا بالسيد المسيح معلمنا لتذكرنا بقوله احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا والصوم يا اخوتي ليس فقط انقطاع عن الطعام والشراب بل نقاء القلوب نصلي ونطلب المغفره من الله ونسامح من اساء الينا ننتصر على قوه الشر فينا وننتظر قيامة يسوع المسيح المجيد بفرح ورجاء لقد استمعنا إلى داود في مزموره اليوم يصرخ إلى الله قائلا علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي لأنك أنت هو إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة فأنت يا الله المعلم الصالح والهادي إلى الخير فإليك يا صاحب الغبطة كل الامتنان وكل التقدير وكل عام وأنت بألف خير صوته كتير حلو صوته حلو مظبوط صوته حلو كثير وبتكيف كثير منكم كمان اصواتكم شو اسمه شو اسمه اسمه المطران يواكيم يواكيم ايوه والباس كثير والباس اكثر اسم اصواتكم انتم كمان كنتوا سعيد اللي هون وتعملوا جوده انتم على شهرين فنحن ملتزمين بالرسالة تبعنا مضبوط وانتم شايفين انه نحن بنحاول البطركية والقوية القدر المقدس والمشوى المقدس في اهتمام لكل طوائف فانتم يعني فوق رؤوسنا فنحن مستعدين ان شاء الله نحل كل المشاكل وان شاء الله طالما في تعاون وتفاهم بيناتنا دائما بنوصل الى نتيجه انا معكم انه لازم مدرسه ده مهم جدا لانه الكنيسه ببالغ من البيت اول شيء بس اليوم الميامي بيشتغلوا مشغولين كثير فيش وقت
فالمدرسة لها مهم جدا، ويا ريت كان في كمان مدرسة البداية. اليوم لا شك شديد اليوم في المدارس، حتى في المدارس اللاتين ما بيعلموا هندي، كل شيء صار بيزنس اليوم، هاي المزبوط يعني. فالمسؤولية علينا، فنحن مستعدين يعني مثل منا في كل طوائف في مدارس الأهل. بعدين نطرح نحن نتبع مجال نور المسيح ومجالا، والمجال مهم جدا، والهدف المجال عن المعارفة والتعليم الديني، تعليم الكنيسة وتعليم اللاهوت. فكمان بالنسبة لازم يكون كمان رئيس، نحن نسيت ولا يعني ولا مرة ما نسيت، فلازم يكون إنسان الملاي يعني. أنتم طيب كبير، ونحن يعني صراحة أنا أحكي لكم إنه نفتخر بوجودكم والتطوير والنشاطات والكنيسة والقاعات، وربنا يعطيكم صحة وقوة أوليس لأبينا ورئيس المجلس الميني طبعا من الأعضاء المجلس الميني. وأنا مبسوط لأنه في بناتنا تعاون، وبكل منيح إنه أنتم دائما تعملوا زيارات لإلنا ونحن لإلكم، وإن شاء الله نحن لازم نرتب اليوم التاريخ أستنامة للتنسيق. فبالنسبة للمشاكل هون الكنيسة الإنسان، أنا بدي أبعث المقاول تبعنا عشان نشوف شو فيه وشو نقدر نعمل. أما بالنسبة للكنيسة القديمة يعني نحن بلشنا وبدنا نكمل، وإن شاء الله بيأسر وقت وكلام سلمين. ونطلب من سيدة الأدرا مريم يساعدنا عشان نسر ونحتفل عيد المجيد عيد الفصل. كلام سلمين واشكركم جزيلا. شكرا لكم.